عاجل في خبر صار، روسيا تعلن التعامل مع 3 صواريخ تابعة لكيان الصهيوني. ننشر التفاصيل وقرارات عاجلة من الحكومة المصرية، ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. وعاجل سحب كميات كبيرة من الإندومي من الأسواق لهذا السبب، وبيان عاجل من الأرصاد لكل المصريين، ننشر التفاصيل. وقفزة كبيرة في سعر الذهب بمصر، ننشر التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا وعاجل منذ قليل. روسيا تعلن التعامل مع 3 صواريخ تابعة للكيان الصهيوني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية روسية الصنع دمرت 3 صواريخ من أصل 5 أطلقتها طائرات تابعة لكيان الصهيوني F-16 من الأجواء اللبنانية على أهداف في اللاذقية السبت الماضي. وقال نائب مدير مركز حامي ميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليج جورافلوف 9 إبريل من الساعة 9:15 حتى 9:00 أطلقت 4 طائرات تابعة لكيان الصهيوني F-16 5 صواريخ من الأجواء اللبنانية على مناطق في محافظة اللاذقية السورية. أضاف أن روسيا دمرت 3 منها بمنظومة S-125 وبانسير S روسية الصنع. ولفت إلى أن الطلعات الجوية التابعة للكيان الصهيوني ألحقت أضرارا مادية طفيفة ببعض المنشآت التحتية المدنية دون وقوع خسائر. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. و عاجل سحب كميات كبيرة من الاندومي من الاسواق لهذا السبب. وقال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء انه يجرى الان سحب جميع منتجات اندومي من الاسواق. واضاف منصور لمصراوي هناك جهات تقوم بسحب المنتج وسنقوم بتحليل عينات منه. من جانبه قال محمود حسن احد تجار الجملة ان وكيل شركة اندومي يقوم حاليا بسحب المنتج الموجود عند تجار التجزئة والبقالين بسبب ما أسماه مشكلة في أكياس التوابل. وأضاف المصراوي العمل جاري على سحب جميع الكميات من السوق ويجرى استبدال الكميات المسحوبة بأخرى لا تحتوي على أكياس الشطة. أوضح حسن المشكلة الأساسية موجودة في أكياس الشطة في آخر شريحة إنتاجية للشركة، لكننا لم نرصد أي مشكلة أو شكوى صحية بسبب المنتج، لكن البعض اشتكى من نقص كميات وأطعمة مثل الخضروات. مصدر معانا كان من صحيفة مصراوي تم سحب كميات كبيرة من اندومي لهذا السبب، وهو وجود مشكلة في كيس الشطة أو أكياس التوابل اللي بتوجد داخل يعني كيس الاندومي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وقولولنا يعني هل أنتم من محبين الاندومي أم لا؟ أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وقفزة كبيرة في سعر الذهب بمصر. وقفزت أسعار الذهب في مصر للمرة الثانية تحت تأثير ارتفاع أسعار الدولار في مصر وأيضا ارتفاع سعر الذهب عالميا. ويرتفع الذهب عالميا بسبب عدم وجود تقدم في المشكلة الموجودة في الشرق، كما يرتفع سعر النفط عالميا تحت توقعات زيادة الطلب نتيجة استقرار الأوضاع في الصين والقيود المفروضة على حرية التجارة من روسيا. ارتفعت أسعار الذهب في مصر، وسعر جرام الذهب عيار 24 في مصر وصل ل 1171 جنيه، وبدأ الذهب عيار 24 التعامل الصباحي على سعر 1162 جنيه، ووصل في المساء إلى 1171 جنيه بمصلحة ارتفاع 9 جنيهات، وبلغ أعلى سعر العيار 24 عند 1177 جنيه. سعر الذهب عيار 21 في مصر 1025 جنيه، بدأ سعر الذهب عيار 21 التعامل صباحا على سعر 1017 جنيه، ووصل في المساء إلى 1025 بفارق 7 جنيه، وبلغ أعلى سعر العيار 21 نحو 1030 جنيه عصر أمس. عيار 18 وصل ل 878 جنيه، بدأ التعامل الذهب بعيار 18 بسعر 872 جنيه، ووصل في المساء
إلى 878 بفارق 6 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 18 لأقصى سعر له وهو 883 جنيه، وقفز سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمس بنحو 8 قروش لتصل متوسط أسعار البنوك إلى 18 جنيه 45 للشراء و 18 جنيه 54 قرش للبيع. ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 8 قروش ليسجل 18 جنيه 45 قرش للشراء وسعر البيع 18 جنيه 53 قرش. وارتفع سعر الدولار في بنك مصر 9 قروش للبيع والشراء وبلغ سعر شراء الدولار 18 جنيه 46 قرش وسعر البيع 18 جنيه 54 قرش. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الأرصاد لكل المصريين، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على شمال مصر حتى قاهرة كبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد. قالت هيئة الأرصاد الجوية أننا سنشهد اليوم نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد، وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 25 درجة والصغرى 14 درجة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وقرارات عاجلة من الحكومة المصرية وننشرها لحضراتكم الآن بالتفاصيل. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مجموعة من القرارات، حيث وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص لساحة 25 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية لتبادل السلع. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2000 متر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة محطة تجفيف خضروات وفاكهة بالطاقة الشمسية. ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع دار نهضة مصر لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي اعتبارا من العام الدراسي 22-23، وعلى مدار 4 سنوات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية. ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإنشاء 25 فرعا لهما بمراكز الشباب والمدن الشبابية في بعض محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها مع التوسع في توفير الخدمات البنكية للمواطنين. كما وافق مجلس الوزراء على مد سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتي شرم الشيخ ونبأ حتى أول أكتوبر المقبل، حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة استعدادا لفعاليات الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.